ومحاولة وكرة يسرى محمد وعد عرضية وفرصة الله الله يا سلام على كرة عرضية ورأسية من معتز راحت لأكرم عفيف مرة أكرم تقدم إلى الأمام يا سلام يا سلام افتتح التسجيل واختتم Came through onto the international stage and really burst onto the scene to where they are now. Here's Akram Afif in behind and slips the ball past Yetimov, but the referee got in the way a little bit in midfield. Afif, who scored twice in the open. عداي يمر عداي يصوبها عداي يا الله يا الفداي يا الله يا الفداي زاوية أكرم عفيف هذه المرة قصيرة حيدوس يسجل الهدف الأول وهدف التعادل نعم يأتي هدف التعادل في اللقطة الأخيرة من شوط المباراة الأول حسن الهيدوس لابد أن تكون فكرة مختلفة دعوات الصغار للعنابي أكرم عفيف يتقدم أكرم عفيف يسجل الهدف الثاني نعم الهدف الثاني للعنابي من أكرم عفيف من نقطة الجزاء من ضربة الجزاء من البداية من بداية شوط المباراة الثاني الآن انطلق الهيدوس وعرضية وكرة هدف أول هدف أول هدف أول هدف أول للعنابي الهيدوس سجل أولا الهيدوس تقدم لقطر تقدم لقطر كرة جميلة كرة فيها محاولة الآن خطيرة وفرصة هدف تعادل هدف تعادل للمنتخب الأوزبكي لسه ما خلصت كلامي سجل المنتخب الأوزبكي هدف التعادل خطيرين جدا أوديل جونهام شوكوروف في الكرة الأولى للمنتخب الأوزبكي في ضربة الترجيح الأولى شوكوروف أمام الكرة شوكوروف يسجل سجل شوكوروف قطري الضربة الأولى أكرم يتقدم ويسجل نعم يسجل عفيف دافع الأوزبكي يتقدم ومشعل برشم مشعل يا مشعل فرصة المعز المعز علي ضيعها المعز علي للتقدم مرة أخرى يومروف يسجل الثالثة يوسوف يتقدم المهدي توف أمام برشام يتصدى يا كبير يا بطل يا بطل يا برشام صادها والله صادوف لابد أن يتعادل سجل البريكي مشاريبوف يتقدم وبرشم يا كبير انت
كبير. بيسجل ميغيل. سجل بيدرو. والعنابي راح لنصف النهائي. أوزبكستان تقصى من ربع النهائي. قطر إلى براس خطير. وبرافو بيدرو بيدل بالرولة. هدف أول لإيران في توقيت مبكر جدا لمصاعد صار دار أزمون بطريقة رائعة للغاية في هذه المباراة. غلطة من الدفاع ميغيل مرة أولى، لكن في الثانية تمكن ساردار من الوصول إلى شباك المنتخب العناف. المين التسديدة قوية. النبي عودة يا كبير للعنابي. الله الله جاسم جابر يعود لقطر، يعود بقطر، يعود لقطر. برافو برافو يا ولد برافو. أكرم تسديدة. يا كبير هدف ولا في الأحلام على أرض الأحلام. أكرم عفيف. عيني عفيف. أي كورة وأي ضربة. هدف جميل. بخش ترقب وانتظار. هل تعود إيران؟ مشعل يا مشعل حطا. هدف التعادل إيران بطريقة رائعة صراحة. جان بخش فعلها ضد اليابان. تلك الركلة القوية وتلك التسديدة الرائعة من جانب جان بخش. لاعب بإمكانيات كبيرة بصراحة. الجناح علي رضا يسجل لمنتخب إيران. ديز حاتم قوية. معز تسديدة. ليلة تاريخية. المهاجم العازف الهداف المعز لبى النداء. أنسال وينا هذا مك. يسار أكرم يحاول في هذه الأثناء. أكرم مر وصافرة وركلة جزاء. نعم لسه أتكلم عن قطر. وعزاية أمام يزيد أبو ليلى محاولة للوصول إلى الهدف الأول. عفيف حطها لقطر. جول يا كرم. هدف قطري أول للعنابي عن طريق أكرم عفيف. الضربة الأولى في النهاية. 1-0 للعنابي. هذه محاولة الألوان. كرة أمامية جميلة وفرصة. يا إلهي بوسا تعبير على اليمين وكرة، لكن الحارس يتألق. يا إلهي جديدة وفرصة وكرة. يا إلهي مستحيلة يا أردن، مستحيلة يا نشامة. أيوه يتمكن الأردن من إدراك التعادل. من يجيب؟ هدف أردني يصل هو الذي يجيب. نعم. يا إلهي النعمات يرد سريعا يجيب ناس. ترول معز يصل الكرة. وين معز؟ تمريرة الرد تغطية وتدخل. وبعد ذلك اللاعب يستمر وسط مطالبة قطرية بركلة جزائية في الكرة الأخيرة. عادت في وسط الميدان. أكرم عفيف يزيد. أكرم حطها من غيره. أكرم في نجوم قطر. ساحرهم نجمهم الأول هدافهم بارعهم اللاعب المتحدي دائما. الضربة الرائعة في الثاني من فراد في أتريك، لكن الحارس يتألق. صدها وماذا بعد ذلك؟ تسلل في الأصل. الأتريك كان كريم جدا من أكرم عفيف. تسلل في الأصل على أكرم ويزيد. يشوت يحطها سجلها. يفرح من أجلها. يسجل الهاتريك في ليلة تاريخية. أكرم يا عيني أكرم. شوت
حط يا أكرم حطها أكرم. بس البشت الآن هيدوس مثل ما فعل أمير قطر مع ليونيل ميسي في ليلة وسيلة تبناها من أجل فرحة تاريخية. مبروك يا القطر، مبروك العنابي، مبروك القطر في هذا الفوز التاريخي والتتويج الثاني على التوالي.